لأنه دخل في المباراة. كنت سأقول بأنه من الصعب على حارس مرمى يكون احتياطي يصير أساسي بعد أن يصاب الحارس الأساسي. عاطف الدخيل يرتكب خطأ ويتلقى البطاقة الصفراء أمام القنبي يوسف نجي. لا يا عاطف، لا يا عاطف، حارس مرمى لا يفعل مثل هذا. لا يا عاطف، حارس مرمى يرمي كرة يمينا أو شمالا أو في أي مكان إلا أن يحاول أن يراوغ مهاجم قنبي بهذا الشكل. تفوق عليك. يا 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 يا. حكم المباراة لم يتردد في إعلان ضربة الجزاء وبطاقة صفراء في وجه عاطف الدخيلي، وأول فرصة لفريق الفتح المغربي. هل هو اللاعب محمد فوزير في تنفيذ هذه الرمية الأولى وفتح مجال التسجيل لنادي الفتح المغربي؟ جول فعلها، نعم جول، هدف مقابل صفر لصالح الفتح أمام النادي الإفريقي في رادس. جول سجله المهاجم محمد فوزير عند الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول من المباراة. فوزير ليس من عادته أن يضيع كرات مثل هذه، حطها على يمين الحارس عاطف الدخيلي مفتتحا مجال التسجيل. الفتح يعقد بحث عن الرؤوس في هذه الكرة لصالح أسامة الدراجي في تنفيذ هذه المخالفة. هل ينفذها مباشرة؟ كرة هيلة، بابا جول في نهاية المطاف، يأتي هدف التعديل من المتميز علي العابدي الذي يسجل عند الدقيقة 70 من عمر المباراة. فعلها علي العابدي، نسيه دفاع الفتح الرباطي في القائم الثاني، خرج وجاء من بعيد بالراس بسهولة، حطها في الزاوية اليمنى من مرمى الحارس أيمن مجيد. هدف التعديل في نهاية المطاف لصالح النادي الإفريقي من لعبة من كرة ثابتة من أسامة الدراجي. جاء الهدف بواسطة علي العابدي. هاي الإعادة هنا لم تكن وضعية تسلل تماما في اللعبة هذه. علي العابدي بالرأس بسهولة كبيرة يتمكن من تعديل النتيجة للنادي الإفريقي برأسية في وقت كان عناصر الفتح متفوقين في كل الكرات العالية وفي كل الصراعات وفي كل الثنائيات. أبدا لم تكن هناك وضعية تسلل، الرأسية رائعة. توازنك بالدرجة الأولى، أنا لا أتحدث عن المستوى بقدر ما أتحدث عن التوازن. بابا جول، بابا 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 جول، يا له من جول في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. هدف ثاني بأعجوبة رائعة، من أروع ما يكون هذا الهدف الذي يسمح للنادي الإفريقي بإحراز التفوق وبسرقة 3 نقاط اليوم. نعم، النادي الإفريقي يقلب الموازين ويسرق 3 نقاط في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء. جماهير الوفية بقيت تأمل لغاية اللحظات الأخيرة، وجاء الجول الذي يعقد أمور هذه المجموعة. الأربع نوادي بعد 4 مباريات ب6 نقاط في المركز الأول. نعم، الأربع نوادي ب6 نقاط في المركز الأول. نعم، جاء الهدف الفوز لصالح عناصر النادي الإفريقي بهدفين مقابل هدف واحد، صارت النتيجة. هاي اللعبة وهاي الكرة وهاي التسديدة باليمنى، وهو الجول الثاني لصالح عناصر النادي الإفريقي من هذه اللعبة. كم كانت رائعة وكم كان الجول أيضا رائع أمام الدفاع يتفرج. كنت أقول بأن التعب سيلعب لعبته في هذه المباراة في نهاية المطاف. هل هو التعب؟ هل هو إصرار التوانسة على إضافة هدف ثاني بهذا الشكل الرائع؟ نعم، هدف ثاني في الدقيقة 94 من عمر المباراة لصالح النادي الإفريقي تونس.